أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العظيم. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء الإيماني وفي هذه الأمسية الثقافية المباركة، وهي السنة الحميدة التي استنتها وزارة الأوقاف بقيادة صاحب الفضيلة والمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة حفظه الله، وهي سنة مباركة تعيد للمسجد رسالته. والحقيقة أن رسالة المسجد رسالة عظمى على مر تاريخ الإسلام وحتى اليوم، فهو مكان الصلاة ومكان اللقاء ومكان التشاور ومكان للمودة والمحبة بين الناس. والذي يعمر بيوت الله هم المؤمنون، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ودعوني في البداية أرحب بالمنصة الكريمة، السادة العلماء الأفاضل من علمائنا علماء الأزهر الشريف، صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور حسن القصبي أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، وصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير الأستاذ بكلية دراسات الإسلامية بجامعة الأزهر. كما أرحب بالسادة العلماء من وزارة الأوقاف، الشيخ الدكتور سعيد حامد مبروك مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الشيخ الدكتور منتصف عبد المهيمن مدير إدارة الإدارات بمديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الشيخ عبد الباسط عمارة مدير إدارة أوقاف شرق مدينة نصر، وفضيلة الشيخ فتح الجهري مفتش المساجد بأوقاف شرق مدينة نصر. ونتقدم بخالص الشكر والتقدير لإمامي وخطيبي هذا المسجد المبارك صاحب الفضيلة الدكتور محمود محمد الأبيدي على حسن الاستقبال وحسن الضيافة. ولما لا ونحن لدى علمائنا الذين نسعد بهم دائما. والحقيقة أن المسجد الذي نحن الآن في رحابه ينتسب في تسميته إلى ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدتنا السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، أم الحسنين وأم أبيها، ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وزوج الإمام علي كرم الله وجهه. حديثنا في هذه الليلة المباركة عن فريضة من أهم فرائض الإسلام، بل إنها عموده، إنها الصلاة. وبطبيعة الحال أنا لست متحدثا في أمر الصلاة، لأن من يتحدث عن هذا الأمر هم علماؤنا الذين نحن في شوق إلى أن نستمع إلى حديثهما حول هذه الفريضة المباركة. ولكن حسب الصلاة أنها فرضت في هذا الشهر الكريم، شهر رجب، في ليلة مباركة هناك في الملأ الأعلى سدرة المنتهى، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى، وفي فرضيتها في هذا المكان العظيم دلالة عظيمة على أهميتها. إنها الصلاة، عمود الإسلام، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها
فقد هدم الدين. حسبها وكفاها أنها وردت كثيرا في كتاب الله الكريم في مواضع شتى تتحدث عن مكانتها وعن أهميتها، كما أنها كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في النزع الأخير، وهو يقترب من لقاء ربه. الصلاة، الصلاة وإن اخترت شيئا واحدا عنها، إنها تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ما من فريضة من فرائض الإسلام إلا وكان لها هدفها الأخلاقي، وهدفها المجتمعي، وهدفها الخيري. فالصلاة تنهى عن الفحشاء، والفحشاء في القول أو في الفعل، والمنكر كذلك في القول أو في الفعل، أو كل ما يتنافى مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها. والبغي، وما أدراكم ما البغي؟ إنه الظلم، ظلم الإنسان لنفسه وظلم الإنسان لمن يخالطه من الناس. حسبي هذا في مقدمتي، ونبدأ هذا اللقاء بهذه التلاوة القرآنية الكريمة والعطرة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد حسن الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما miss
أزواجا منهم ولا
المستهزئين
حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. الحمد لله قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. صدق الله العظيم. وبعد، أيها الإخوة الكرام، كانت هذه تلاوة قرآنية كريمة تلاها على أسماعنا قارئنا الشيخ محمد حسن الصعيدي في مستهل هذا اللقاء الإيماني وهذا الملتقى الثقافي الذي ننقله لحضراتكم ونقدمه من ساحة مسجد السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها. وهذه الندوة كما ذكرنا وأشرنا أنها تتحدث عن أهم فريضة من فرائض هذا الدين بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه ومعراج لكل مصل في يومه وليلته، معراج مستمر ودائم. وحسبك أيها المصلي ويا من يتعلق قلبه بالمسجد أنك يوم القيامة في ظل الله عز وجل، يوم لا ظل إلا ظله. وحسبك أيضا أنك مشهود لك بالإيمان، فإذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. وحسبك أيضا أنك وأنت في السجود وأنت مستغرق في السجود لله الواحد المعبود أنك أنت أقرب ما تكون إلى ربك وخالقك، فهنيئا لك يا من حافظت على هذه الفريضة. الآن أنقل الميكروفون إلى صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور حسن القصبي، أستاذ علوم الحديث أو أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف، ليحدثنا عن هذه الفريضة من زاوية هو اختارها فضيلته وأصرها إلي قبل اللقاء ولم يفصح عنها، ولكنه سوف يتحدث عنها بالإضافة بطبيعة الحال إلى طبيعة تخصصه الصلاة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى وزارة الأوقاف متمثلة في معالي الوزير على هذه الأسابيع الثقافية التي تنشر العلم الديني الصحيح وتصحح المفاهيم وترد الشبهات وتجلي الحقائق وتنير الأبصار، كما أتوجه بالشكر إلى المنصة الكريمة وهذه المقدمة الرائعة البليغة لفضيلة الأستاذ حسن مدني، وهو علم من الأعلام الدعوة والإعلام، وأسعد بصحبة أخي الكريم فضيلة الأستاذ دكتور ربيع الغفير، أستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، وأحيي الأكارم الأفاضل قيادات وزارة الأوقاف الذين يحملون عبء الدعوة والتبليغ والأزهر والأوقاف والأزهر كلاهما بعضهما من بعض.
لا ينفكان ولا ينفصلان، دماء واحدة ومنهج واحد وجامعة ومنبر واحد. أما الحديث الذي وضع له موضوع اليوم حديث ذو شجون، من أين نتكلم؟ لا تحتاج الصلاة إلى كثرة ذكر أدلة على أهميتها أو على أنها الركن الثاني بعد أركان الإسلام، فإن الصلاة في قلب كل مسلم يعلم أنها ركن ثاني بعد الشهادتين. ولكن أريد أن أنطلق وأسأل سؤالا لنفسي أولا ثم للسامعين: ما أثر الصلاة في حياتك؟ ماذا تفعل الصلاة في حياتك إن كنت تصلي الصلاة بحقها؟ لأن المتأمل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عندما سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، قال: إقامة الصلاة على وقتها. وأهل الحديث وأهل اللغة يقفون عند الألفاظ إقامة، لم يقل الصلاة ولكن إقامة، والإقامة هنا أعطت دلالة على أنها ينبغي أن تكون بحقها، فليست أفعال أقوم بها من وقوف وركوع وسجود كما نفعل في صلاتنا، ولكن أفعال لها أثر يترتب عليها، أفعال لابد أن نرى أثرها خارج العبادة. وهذا يأخذ بنا إلى سؤال في غاية الأهمية: الصلاة وسيلة أم غاية؟ صلاتنا التي نصليها وسيلة أم غاية؟ سؤال قد يحتار فيه البعض، ولكننا لو راجعنا القرآن الكريم وعلمنا ما هي الوسيلة وما هي الغاية أدركنا أن العبادات جميعها وسائل. والقرآن الكريم هذه المعجزة، معجزة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وسيلة إلى غاية. من الذي قال لنا ذلك؟ الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وسيلة إلى الهدى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، الصلاة وسيلة حتى تصل تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصيام وسيلة لتقوى الله عز وجل، الزكاة وسيلة للطهارة، الحج وسيلة لطهارة النفس وأن تعود من حجك كيوم ولدتك أمك. إذن الصلاة وسيلة لغاية. من المحظور في زماننا أن كثيرا من المسلمين حولوا الصلاة من وسيلة إلى غاية. كونك تحول الوسيلة إلى غاية أنت بهنا بهذا المنطلق دفنت الغاية. فرأينا حال بعض المسلمين في زماننا يحسن الصلاة من أركان ومن إتيانها ومن أوقاتها، ثم لا ترى الغاية المترتبة على الصلاة خارج المسجد، فتجد من المسلمين من يصلي ولكن أفعاله خارج المسجد تخالف هذه الصلاة. لماذا هذه العلة وهذا الداء؟ لأن المسلمين إلا من رحم في زماننا رفعوا الوسائل إلى غايات فتلاشت الغايات، وظن أن آخر ما عنده أن يفعل ماذا؟ أن يصلي. أما أثر الصلاة لا نراها. الصلاة وسيلة إلى غاية، إن لم تتحقق الغاية عليك أن تراجع صلاتك، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا رأينا من يصلي ولم ينتهي عن الفحشاء والمنكر فليراجع صلاته، فإذا رأينا من صام شهرا كاملا فلم يخرج بتقوى فليراجع صيامه، وهذا ينطبق على كل العبادات. إذن العبادات وسائل إلى غاية. من أراد الخير في الدنيا والآخرة أول مفاتيح الخير هي الصلاة، ويكفي كما لمح أستاذنا الجليل وأشار العبادة الوحيدة التي لم تفرض بواسطة على المسلمين، كل العبادات نزل بها أمين الوحي جبريل عليه السلام إلا الصلاة، جاءت فرضيتها مباشرة من الله عز وجل
إلى محمد صلى الله عليه وسلم في إسرائه ومعراجه. الصلاة إن أردت طمأنينة النفس وهدوء البال وراحة الحال لن تجدها أكثر من الصلاة. ألم يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يحزبه أمر ماذا يقول لبلال؟ أرحنا بالصلاة يا بلال. أين الراحة إن لم تجدها في الصلاة؟ أين الطمأنينة إن لم تجدها في الصلاة؟ أين هدوء النفس إن لم تجده في الصلاة؟ ولذلك الصلاة علاج للاضطراب النفسي، علاج للمشاكل الاجتماعية، علاج للضيق النفسي. لأن من أصابه شيء يهرع إلى من؟ من الذي بيده تغيير الحال وتبديل الأحوال وقلب الأمور في لحظة ما بين كن فيكون؟ الله عز وجل. وأقرب ما تكون إلى الله وأين؟ بين يدي الله عز وجل. إذا أردت أن يمكن الله لك في هذه الأرض وهذه بغية يبحث الجميع عنها، التفت إلى القرآن الكريم. الذين إن مكناهم في الأرض ماذا فعلوا؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فكأنك إن مكن الله لك، إن أردت أن يستمر هذا التمكين، أول ما تفعل أن تحسن وتحسن العلاقة بينك وبين الله عز وجل. أين تحسن وتحسن هذه العلاقة؟ في صلاة تقف بها بين يدي الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بين لنا أن الصلاة هي سبيلك إلى أعظم ذكر لله عز وجل. إن الذين يتلون كتاب الله، كما ذكرنا، الله يقول لنا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. أين أكثر الذكر لله عز وجل؟ في أنك تحدث وتخاطب الله عز وجل. تخاطب الله في الصلاة وتطلب من الله ما شئت دون أن تستأذن في وقت. من عجيب أمور الناس أنهم إذا أرادوا في زماننا أن يقابلوا أحدا له حيثية سعى إلى ذلك أياما ويسعى بكثرة، ولعله يوفق أو لا يوفق. أما إذا أراد أن يقابل الله عز وجل، أنت الذي تختار الوقت، أنت الذي تختار ما تدعو به إلى الله، أنت الذي تختار أين تقف بين يدي الله. بابه مفتوح بين يديك في الصلاة. كل عبادة من العبادات لها وقت محدد، فالصيام له وقت محدد كفريضة، والزكاة لها وقتها المحدد كفريضة، والحج. أما الصلاة قسمها الله لك في اليوم 5 مرات بأوقات متفاوتة، وكان في مقدور الله أن يجعلها في ساعة، ولكن حتى تكون الصلة موصولة بالله عز وجل مستمرة. وأريد أيضا أن أنحى منحى أرجو أن نلتفت إليه. بعض المسلمين في زماننا إلا من رحم يعبد الله عز وجل على هواه، ليس كما أراد الله عز وجل. وسأضرب دليلا بالصلاة. فرض الله علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، والجميع لا يوجد أحد من المسلمين يختلف على فرضية هذه 5. أجد المسلم ينبغي أن يلتزم. أجد حال المسلمين الحال يقول في نفسه صلاة الفجر لا تناسبني لأنني أكون نائما فلا يصلي الفجر، أما الظهر قد أكون مستيقظا فأصلي، أما العصر لا يناسبني. فأجد المسلم كأن هذه الفريضة اختيارية، كأنه يختار من الصلوات ما تناسبه ويترك ما لا يناسبه. من أين جئت بهذه الثقافة؟ الله عز وجل لا نعبده بما يناسب هوانا، ولكن نعبد الله عز وجل بما أمرنا به. إن كنت تريد أن تكون مصليا فأتي بالفرائض جميعا، لا تختار من الفرائض ما يناسبك وتترك ما لا يناسبك. إن كنت تريد أن تكون من أهل الرحمات وينزل الله عز وجل عليك الرحمات والسكينة، كن مع الله عز وجل في الصلاة بقلبك وجسدك وروحك
وكل سكينة وحركة في حياتك. إن أردت أن تكون مصليا بحقها لابد أن يظهر أثر الصلاة في عباداتك، في معاملاتك، في أخلاقك، في آدابك، أن نرى العبادة خارج المسجد وليس في داخل المسجد. إن أردت أن أتحدث في الصلاة فإن الوقت لا يسع، ولكن عذرنا في ذلك أننا يا رب نقول إن الصلاة فريضة فرضها الله علينا جميعا، ولو أن الوقت يتسع لعرجت على باب أخذني الفضول أن أنظر إليه، وهو أثر الصلاة على الجسد من ناحية الطب. يكفي أن أذكر شيئا واحدا ولست متخصصا في الطب، القاسم المشترك بين الأمراض جميعا والذي يساعد على سرعة الشفاء أو يبطئ من الشفاء جهاز المناعة. يقول لك اللي عنده أي مرض وجهاز المناعة قوي يساعد على سرعة الشفاء، واللي عنده جهاز المناعة ضعيف يبطئ سرعة الشفاء. أهل الطب من غير المسلمين يقولون إن الصلاة تساعد على تقوية جهاز المناعة. لماذا؟ لأن جهاز المناعة مرتبط بالنفس، مرتبط بالطمأنينة، مرتبط بالقلب. وأين تجد الطمأنينة وراحة البال وهدوء النفس إلا في صلاة، إلا في ركعات تؤديها بين يدي الله عز وجل. الصلاة نعمة أنعم الله بها علينا لمن يدركها. وأختم إن قال قائل أنا أصلي ولا أدرك هذه المعاني ولا أستشعرها، أستحضر قول أحد العارفين: من ذاق عرف، ومن عرف اقترف، ومن اقترف اعترف، ومن اعترف حرص حرصا شديدا على ما عرف. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ألا يحرمنا أبدا من الجلوس والوقوف بين يديه. اللهم ارزقنا صلاة تصلح بها أحوالنا وتقربنا منها إليك. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا جزيلا لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف. شكرا له على هذا الحديث المستفيض والذي تناوله من زوايا مختلفة عن الصلاة. فبدأ حديثه عن كلمة إقامة الصلاة وتحدث عن دلالتها اللغوية، وهكذا علماؤنا يتوقفون أمام الدلالات لغة ونحوا وصرفا وبلاغة، وأوضح لنا هذا الأمر. ثم تساءل سؤالين في غاية الأهمية: ما هو أثر الصلاة على حياتك أيها المسلم؟ ثم هل الصلاة هي وسيلة أم غاية؟ وبين لنا مثل هذه الأمور التي قد يكون الكثيرون منا غير مدركين لها، ولكن نشكره شكرا جزيلا على هذه الاستفاضة. ثم أوضح مكانة وقيمة الصلاة من الناحية النفسية والطبية. وحقيقة الإنسان الذي يذكر ربه دائما ويقف بين يديه هو في غاية الطمأنينة، والصلاة هي صلوات بالإضافة إلى الصلاة المفروضة، فهناك صلوات النوافل وهناك صلاة الليل وصلاة التهجد وصلاة الاستسقاء وصلاة الاستخارة وصلاة الحاجة، صلوات متعددة وكثيرة. وهذا التعدد يدل على شرف ومكانة هذه الفريضة. فأنت إذا ما حزبك أمر ما عليك إلا أن تتوضأ وتلجأ إلى الخالق عز وجل. الإنسان الذي يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى تراه ماذا سيحدث له؟ من المؤكد أن الله لن يتخلى عنك. فأنت تقف بين يدي الخالق عز وجل تناجيه وتصلي له وتدعوه وتطلب منه، وبالتالي الله كريم سوف يكرمك بالإجابة.
حقيقة حتى أنت أيها الإنسان آخر عهدك بهذه الدنيا أن الناس تصلي عليك وأن المؤمنين يدعون لك، فأنت آخر عهدك بالدنيا هو الصلاة، فالصلاة الصلاة. الآن ننتقل إلى زاوية أو زوايا أخرى عن الصلاة وأهميتها وفرضيتها ومكانتها وأثرها أيضا، وأنقل الميكروفون إلى صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف. شكرا يا معالي الدكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبة الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العلي العظيم ألا يفرق جمعنا إلا وقد غفر ذنوبنا أجمعين ورحمنا أجمعين وقبلنا أجمعين بفضله وكرمه ورحمته، وهو أرحم الراحمين. اسمحوا لي في البداية من هذا المكان أن أتوجه بخالص شكري وتقديري وامتناني إلى أستاذي صاحب المعالي، معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على هذه الطفرة الدعوية المباركة التي عمت المساجد شرقا وغربا لتعيد للمسجد دوره ومكانه ومكانته في قلوب المسلمين. هذه مسيرة مباركة، بارك الله هذه الجهود وكللها بالنجاح والتوفيق بإذن الله، وأشكره على أن شرفني بالدعوة لأكون بين هذه الوجوه النورانية والقلوب المباركة المحبة لله المتطلعة للعلم المتعلقة ببيت الله عز وجل. الحقيقة يعني أيضا من دواعي سروري وامتناني أن أجلس بين هذه الكوكبة المباركة من السادة العلماء، فضيلة الدكتور سعيد حامد وفضيلة الدكتور منتصف وأخي وصديقي العزيز الدكتور محمود الإبيدي إمام المسجد بارك الله فيه، وكل السادة العلماء كل بجميل رسمه وكريم اسمه. يعني الحقيقة الجلوس بين العلماء شرف، وإحنا أمرنا بهذا. وأما الكلام فأنا منه في مأزق، فماذا أقول بعد ما قال الحسنان؟ وهل بعد قول الحسنين قول؟ أستاذي الدكتور حسن القصبي أستاذي، ليس تجاوزا ولا مبالغة بل أستاذي حقيقة على فكرة، ومعالي الدكتور حسن مدني شيخ البلاغيين، فيعني ماذا يقال بعد ما قيل؟ لكن فليدلي بدلوي في الدلاء، ومن حضر القسمة فليقتسم، وإحنا في ليلة مباركة تحفها الملائكة وتتنزل عليها الرحمة والسكينة وتغشاها رحمة الله سبحانه وتعالى، ونذكر بسببها بإذن الله في من عنده. لأن إحنا قاعدين دلوقتي بنعمل إيه؟ بنذكر ربنا سبحانه وتعالى، وربنا اللي قال كده، قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فإحنا دلوقتي لما بنذكر ربنا سبحانه وتعالى ربنا بيذكرنا، وإذا كنا بنذكر ربنا في ملأ بشري فربنا بيذكرنا في ملأ ملائكي، الملأ الأعلى. أحد الصالحين بيقول كده لإخوانه، بيقول لهم والله إني لأعلم متى يذكرني ربي. قالوا له كيف تعلم ذلك؟ أوحي بعد رسول الله؟ قال لهم لا والله، ولكن أو ما سمعتم قول الله تعالى فاذكروني أذكركم. فالجزاء يا إخوانا من جنس العمل، من ذكر ذكر ومن نسي نسي، في فريق نسوا الله فنسياهم والعياذ بالله. فإحنا يا إخوانا في هذه الليلة المباركة بنتكلم عن الصلاة،
الصلاة دي اللي هي المنحة الربانية الإلهية اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها هدية ملك الملوك لحبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم في ليلة التكريم، ليلة الإسراء والمعراج دي اللي فرضت فيها الصلاة، ليلة الصلة الكبرى وليلة المنح العظمى، الليلة اللي وصل فيها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان لم يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب، الليلة اللي ربنا سبحانه وتعالى خرق فيها لسيدنا النبي القوانين وحطم نواميس البشر. يطلع سيدنا النبي من مكة البيت المقدس ويصلي بالأنبياء ويلتقي بهم، وبعدين يطلع السماوات ويشوف مشاهد ويطلع حيث لا علم إلا لله، وتفرض الصلاة ويتردد بين سيدنا موسى وربنا سبحانه وتعالى في الحديث المعروف، وكل ده ويعود فيجد فراشه لا يزال دافئا كما ترك. معنى ذلك ان الرحلة لم تستغرق بتوقيتنا احنا البشري وحساباتنا البشرية اكتر من 10 دقائق. يحصل ازاي الكلام ده؟ هي دي بقى لنريه من اياتنا الكبرى. هي دي الاية الايه الكبرى. لما ربنا سبحانه لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم راجع لسيدنا عدى في السماء السابعة على سيدنا ابراهيم، وبعدين سيدنا موسى في السماء السادسة وهو راجع بقى، فسيدنا موسى بيقول له ماذا اعطاك ربك يا محمد؟ عرف منين ربنا اداله حاجة؟ لان زائر الملوك لا يرد هكذا، فما بالك بزائر ملك الملوك. ربنا سبحانه وتعالى ادى لحضرة النبي الايه الهدية العظمى للامة، الصلاة. طب لما اداله الصلاة كانت كام؟ 50 صلاة. وبعدين ما زال يطلب التخفيف من ربه لغاية ما بقوا 5 صلوات، وربنا قال له اما انه لا يبدل القول لدي، انها 50 في العمل و50 في الاجر. يعني هي 50 برضو اجرا وثوابا، لكنها 5 عملا وتكليفا. الصلاة يا اخوانا في حديث عن سيدنا النبي يقول ان الصلاة معراج المؤمن. مش نفسك تدوق الحلاوة والطعم اللي داقه حضرة النبي في ليلة الإسراء والمعراج؟ حلاوة الاتصال بالله، حلاوة المناجاة مع الله سبحانه وتعالى. سيدنا النبي بيقول الصلاة معراج المؤمن. الصلاة ايه؟ معراج. يعني انت في فرصة لقلبك وروحك ان يعرج في الملأ الاعلى زي ما عرج سيدنا النبي. انا هاعرج للملأ الاعلى ازاي؟ قال لك وهل الصلاة الا لقاء بالله؟ ما هي الصلاة في ابسط صورها ايه؟ الحديث يقول لك الصلاة معراج المؤمن. الصلاة لقاء مع الله، وده معناها صلة، صلة بين العبد وربه. من اراد ان يكلم الله فليصلي، ومن اراد ان يكلمه الله فليقرأ القرآن، والصلاة فيها قرآن. فالصلاة إذن كلام من الله وكلام مع الله. عايز حاجة اسعد من كده؟ عايز شرف اكتر من كده؟ علشان كده يا اخوانا لربنا بيوفقه لإقامة الصلاة الموفق من وفقه الله، والمخزول من خزله الله، والمصروف من صرفه الله، والمحجوب من حجبه الله. اوعى تظن انك لما بتيجي هنا للمسجد جاي لوحدك، انت ربنا اللي جابك هنا. اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر حيث اقامك، انظر اين اقامك. اقامك مع الذاكرين ولا مع الغافلين؟ اقامك مع المصلين ولا مع اللاعبين؟ اقامك مع الحاضرين ولا مع العابثين والعياذ بالله؟ فدي دعوة من الله سبحانه وتعالى. وانك تيجي تتكلم مع ربنا، ولما تيجي تتكلم مع ربنا هتتكلم براحتك، مش خايف حد يستعجلك ولا يقول لك كفاية كده ما تتقلش على ربنا، ولا انت بتتكلم وبتحكي اسرارك خايف ان حد يسجل لك ولا ينشر كلامك وحكاياتك مع الله، بتتكلم بكل اريحية. هو ده المعنى اللي نفسي نعيشه كلنا في الصلاة يا اخوانا. هو ده المعنى اللي حضرة النبي لخص لنا فيه رسالة الصلاة بالنسبة لقلب العبد. ارحنا بها يا بلال، ارحنا بها يا بلال، كان اذا حزبه امر يعمل ايه؟ فزع الى الصلاة. اذا الصلاة يا اخوانا
الهدية الربانية دي هي المعراج بتاعنا. ولذلك احد مشايخنا وعلمائنا بارك الله في احيائهم ورحم موتاهم ضرب لنا مثل جميل جدا في المقارنة بين الصلاة المعراج بتاعنا وبين رحلة الاسراء والمعراج بتاعت سيدنا النبي. رحلة الاسراء والمعراج بتاعت حضرة النبي يا اخوانا مقسمة من حيث القرب من الله سبحانه وتعالى، بقى التجلي الاعظم بقى مقسمة ثلاث مراحل، من مكة لبيت المقدس ادي مرحلة، وبعدين صلى بالانبياء في بيت المقدس وطلع لسدرة المنتهى ادي مرحلة، هي قرب شوية اهو وصل لمكان سيدنا جبريل رفيق الرحلة اتسمر مكانه وما قدرش يتحرك عنه، فسيدنا النبي بصله كده وقال له يا اخي يا جبريل افي هذا المكان يترك الحبيب حبيبه والخليل خليله؟ قال والله يا حبيبي يا محمد لو كان الامر بيدي ما تركتك، ولكن وما منا الا له مقام معلوم، فانا لو تقدمت خطوة لاحترقت، اما انت يا حبيب الله فلو تقدمت لاخترقت. انا لو تقدمت لاحترقت، يعني ايه؟ هناك سبحات من النور لا تتحملها طبيعتي. سيدنا جبريل بيقول له كده. طيب كيف لا تتحمل طبيعة سيدنا جبريل وهو المخلوق من النور وتتحمل طبيعة سيدنا رسول الله؟ لان سيدنا النبي قبس من نور الله. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فالكتاب هو القرآن والنور هو مين؟ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما طلع سدرة المنتهى ادي مستوى تاني من القرب. قمة القرب من الله بقى لما وقف بين ايدين ربنا وربنا يقول له التحيات، وقعد يقول لربنا التحيات لله، الصلوات الطيبات المباركات لله، وربنا يقول له السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، وسيدنا النبي يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. حتى في المقام ده ما نسيش امته، ما قالش السلام علي وحدي ولا السلام علي وعلى اهل بيتي، انما قال السلام علينا وعلى مين؟ عباد الله الصالحين. سيدنا النبي ما كانش بينسى الأمة أبدا. مرة واحد أعرابي داخل كده من بره بيصلي ورا حضرة النبي، فدعا دعوة عجيبة وبيعلي صوته بها عشان النبي يسمع، قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا سوانا. فسيدنا النبي بعد الصلاة قال من الذي دعا بكذا؟ قال له أنا يا رسول الله. ها إيه رأيك بقى، أستحق مكافأة؟ قال له يا أخي لقد حجرت واسعا، لقد ضيقت واسعا. فسيدنا النبي ما كانش بينسى الأمة أبدا، قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يبقى كم كده مرحلة في القرب يا إخوانا، من حيث القرب بقى الإلهي من سيدنا النبي ربنا، من المسجد الرحلة الأرضية الأول من مكة لبيت المقدس، وبعدين من بيت المقدس لسدرة المنتهى في السماء السبعة، وبعدين حيث لا علم إلا لله بقى، ما حدش عرف بعد كده الدنيا إيه. خلاص الصلاة نفس المراحل، أنت بتبدأ صلاتك واقفا الله أكبر وبتقرأ الفتحة والسورة. مرحلة الوقوف في الصلاة توازي مرحلة الرحلة الأرضية من مكة لبيت المقدس في رحلة الإسراء والمعراج، وبعدين بتركع بعد كده، مش كده؟ لما بتركع الركوع بتاعك بيوازي في القرب اللي هي الرحلة السماوية من بيت المقدس للسماء السابعة. قمة القرب بقى من الله في صلاتك وانت ايه؟ واسجد واقترب، اقرب ما يكون العبد من ربه وهو اهدي بقى لحظة المناجاة بقى مع الله سبحانه وتعالى اللي هي توازي ما فوق سدرة المنتهى. فادي معنى الصلاة معراج الايه؟ معراج المؤمن. خلي بالك عشان كده يا اخوانا الامة لا تتقدم الا اذا عادت للصلاة مرة ثانية، الا اذا عادت لبيوت الله مرة ثانية. ومش احنا لوحدنا، انت واولادك. كتير من الناس بيفكروا لما يجي هنا خلاص انتهى دوره، انا بصلي بقى وخلاص. طب في اولادك فين؟ اولادك في الصلاة في البيت بيصلي ولا لا؟ مراتك بتصلي ولا لا؟ هو انت مأمور ان تنقذ نفسك وحدك من عذاب الله ولا انت واسرتك؟ يا ايها الناس، يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم، قوا فعل امر من الوقاية، انفسكم بس ولا حد تاني؟ واهليكم، اهلكم زوجتك واولادك، نارا وقودها الناس والحجارة. يا جماعة لن تعود البركة الى النفوس والى البيوت الا اذا حققنا المعاني دي من الصلاة. والله العظيم لن تعود البركة ولن تنصلح الاسر
ولن تستقيم العلاقات. العلاقات الخربة النهاردة حتى بين الأزواج والزوجات وبين الآباء والأولاد النهاردة مش هتنصلح إلا لو بقالنا علاقة جيدة بالله من خلال الصلاة. الصلة بيننا وبين ربنا لو لم تتصل مرة ثانية لن تستقيم الحياة. فشوف ربنا يقول لك إيه بقى، وأمر أهلك بالصلاة إيه واصطبر عليه. كلمة الأهل حيث ذكرت في القرآن أو السنة غالبا، ليس دائما، غالبا يراد بها الزوجة. واخد بالك، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ أهله فإن أبت، يبقى أهله يعني مراته، أهله يعني مين؟ فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. فهنا يقول لك وأمر أهلك بالصلاة، يعني زوجتك في المقام الأول، واصطبر عليها. على مين؟ على الصلاة ولا على زوجتك؟ على الاثنين، بس غالبا على الزوجة. طب اشمعنى؟ وبعدين ده ما قالش اصبر، ده قال اصطبر. ايه الفرق بين اصبر واصطبر؟ قال لي الفرق حرف الطاء. ايوه يا عم، ما اسالكش على الشكل، اقول لك لا، ما هو الاساس، اساس الفرق في الشكل ده هو اساس الفرق في المعنى. علماء اللغه يقولوا، احنا معانا اساتذتنا، يقول لك زياده المبنى تدل على زياده المعنى. ففي حرف زياده في مبنى اصطبر، يبقى بيدي معنى زياده عن اصبر. اصبر صبر عادي، اصطبر يعني اصبر صبرا طويلا، اصبر صبرا كثيرا. ليه؟ هي المسألة صعبة للدرجة دي؟ هو الموضوع خطير للدرجة دي؟ قال لك طبعا. هو انت عايز زوجتك تقعد 20-25 سنة او اكتر او اقل في بيت اهلها ما بتصليش، وتيجي عندك تقول لها صلي تقول لك حاضر؟ ده يقول لك لو سمعتم ان جبلا تزحزح عن مكانه فصدقوا، ولو سمعتم ان شخصا تحول عن طباعه فلا تصدقوا. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده ابوه، ومن شب على شيء شاب عليه. فالموضوع صعب جدا، فانت مطالب تعمل ايه؟ اصطبر عليها. الله، نفاجأ بقى في ختام الايه بحاجه عجيبه جدا. ربنا بيقول لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. اول وهله تنظر للايه هيثور في ذهنك سؤال، بصفتك راجل بتتدبر في القران، هو ما العلاقة بين عجز الآية وصدر الآية؟ الآية صدرها بيقول لي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، انتقل بي نقلة حرة مباشرة إلى الحديث عن قضية الرزق، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وهناك علم طويل الأزيال متشعب الفروع في علوم القرآن والبلاغة القرآنية اسمه علم التناسب بين آيات القرآن الكريم وسوره. كل كلمة قرآنية كلمة لها علاقة بالكلمة اللي فاتت والكلمة اللي جاية، كل آية لها علاقة بالآية اللي فاتت والآية اللي جاية، كل سورة لها علاقة بالسورة اللي فاتت والسورة اللي جاية، وصدر الآية يدل على مرتبط بمضمون الآية، مرتبط بزيل الآية، تزييل الآيات أو ختام الآيات، وصدر السورة مرتبط بمضمون السورة، مرتبط بختام السورة، بختام السورة اللي واخد بالك. قصة كبيرة. الإمام السيوطي الله يرحمه ألف كتاب رائع سماه تناسق الدرر في تناسب السور. والشيخ برهان الدين البقاعي رحمة الله عليه ألف تفسير في طبعة 20 مجلد، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. موضوع كبير جدا، ما فيش جملتين ما لهمش علاقة ببعض. طب إيه العلاقة هنا؟ صل على رسول الله. كأن لما ربنا قال لنا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، اقعد مع مراتك، ما تسيبش مراتك غير لما تصلي. طب ما مش راضيه تصلي، ترغيب رغبت، ترهيب رهبت، خروج خرجت، هدايا جبت، خصام خصمت، طب هقعد بقى لاخرتها، طب شغلي ومصالحي ومشاويري وعملي، مش ده كله هياثر على حالك وعلى طلبك للرزق؟ يقوم الذي بيده خزائن السماوات والارض يطمنك، يقول لك اي وقت ستبذل في دعوه زوجتك الى الله وهدايتها الى الخير وقت مدفوع الاجر. لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ويأتي البيان المحمدي يوضح هذه القضية، مر اهلك بالصلاة واصطبر عليها يأتك الرزق من حيث لا تحتسب.
أسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا مناهيه وأن يجعل مستقبل حالنا خيرا من ماضيه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. والطف اللهم بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لفضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، على هذا الحديث ببساطته التي وصلت إلى قلوبنا وأسماعنا. وتوقف فضيلته أمام الصلاة وعلاقتها بالذكر وأهميتها أيضا في حياة الإنسان، ثم توقف أمام هذه الدقيقة اللغوية واصطبر عليها، وعلاقات الصور بعضها ببعضها، وعلاقة الآية صدرها بذيلها. كل هذه أمور ألم أقل لكم إن علماءنا الذين نستضيء دائما بعلمهم وبفيوضاتهم يوضحون لنا كثيرا من الأمور التي قد نكون نحفظها دون ما فهم أو إدراك للكثير من المعاني. ففي حديثهم دائما الفائدة، وبين لنا أمورا كثيرة تتعلق بأهمية الذكر في حياتنا ومجالس العلم وذكر الله عز وجل لعباده الذين يذكرونه. وحلق بنا إلى آفاق رحبة واسعة، إلى هذه الرحلة المباركة، إلى سدرة المنتهى وقاب قوسين أو أدنى، وكأننا كنا نعيشها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي دار بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين جبريل عليه السلام، وبين نبينا ونبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حقيقة انتقل بنا إلى هذه الآفاق الرحبة الجميلة، وربط ما بين الصلاة وكيف هي معراج الإنسان المؤمن في هذه الحياة. هذا الربط الرائع، إنها مراحل، تلكم المرحلة التي من مكة إلى بيت المقدس، ثم من بيت المقدس إلى السماوات العلى، ثم من سدرة المنتهى إلى قاب قوسين أو أدنى. كذلك أنت أوضح لنا في صلاتك حينما تكبر وتقف بين يدي الله تعالى تكون في المرحلة الأولى، وحينما تقرأ تكون في المرحلة الثانية، وتسجد وتقترب تكون في هذه المرحلة المباركة. حقيقة أحاديث رائعة وجميلة من علمائنا، نسعد بها ونستفيد بها كثيرا، فنفع الله بهم دائما. يذكرنا هذا دائما أيها الإخوة المؤمنون بموقفي وبقيمة ومكانة وعظمة نبينا صلى الله عليه وسلم وقدره عند ربه. وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي. الآن أيها الإخوة الكرام، وقبل أن نستمع إلى الابتهالات الدينية، ورد إلينا سؤال، وهذا طبعا سؤال في العلم، ومعنا أصحاب الفضيلة ليتولوا الرد على هذا السؤال. السؤال يمكن أوجهه لفضيلة الدكتور حسن ولا الدكتور ربيع. وصل هذا السؤال من سيادة العميد راغب محمد راغب، يقول: من الثابت لدى جميع المسلمين أن الصلاة فرضت علينا في المعراج، فكيف كانت صلاة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بالأنبياء قبل فرضية الصلاة، وكيف كانت هيئتها، وهل كانت جهرية أم لا؟ فضيلة الدكتور حسن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة قبل فرضيتها في الإسراء والمعراج من المسائل التي تكلم فيها العلماء
لأنها لم يرد فيها نص قطعي، ودائما إن لم يجد أو يرد نصا قطعيا فإن العلماء يدرسون المسألة بحسب الأدلة. فهناك من قال أن الصلاة قبل الإسراء والمعراج كانت عبارة عن ركعتين في الصباح وركعتين في المساء، امتثالا لقول الله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وبتتبع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري تقول: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر وفي السفر، فأمرت أو أقرت صلاة الحضر ورفعت صلاة السفر. وهناك من قال أن الصلاة كانت بمعناها اللغوي وهي الدعاء، لأن الصلاة في اللغة من معانيها الدعاء: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، إن الله وملائكته يصلون على النبي. وهناك من قال إن الصلاة كانت عبارة عن القراءة، وكان استدلالهم في ذلك حديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. في هذا الحديث أطلق على الفاتحة اللي هي القراءة الصلاة. إذن غاية ما قاله العلماء أن هذه صلاة ورد فيها أقوال كانت ركعتين، شاملة إما الدعاء شاملة إما القراءة. وأكد ذلك حديث الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء ركعتين، صلى بالأنبياء إماما ركعتين. فهذه كانت المفروضة، ليست مفروضة، وإنما كانت الصلاة قبل ما فرض في الإسراء والمعراج، والكيفية إما بالدعاء وإما بالقراءة كما ورد في أقوال العلماء. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور على هذه الإجابة. والآن نستمع إلى هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واحفظ بلادنا ولا تخيب رجاءنا يا الشوق يكتبها والنفس تهواها. مدائح المصطفى في القلب الشوق يكتبها والنفس
النفس تهواها والروح صارت بذكر المجتبى واسمه طه لما أتى للحياة الله جملها من وجهه ودنا الرحمن حل محمد علم بين القلوب سما محمد علم بين القلوب سما وكل نفس بدين الحق أحياها فمن تصلي على المختار واحدة عشرا يصلي عليها الله مولاه ومن يزيد على المبعوث صلوا عليه ومن يزيد على المبعوث في شغف نالوا الجزاء اطيعوا ربنا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله حبه فرض وختم مدحه خير وغنم ليس يأتي القلب هم للذي يهوى محمد صلى الله عليه وسلم في سكون الغار فكت الأنوار لما آل جبريل
للمختار اقرأ يا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم شوفوا كم مليون كل جنس ولون اهتدوا بهداك يا شفيع الكون يا محمد صلى الله سيدنا النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بهذه الابتهالات الدينية التي قدمها لنا المبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني نأتي وإياكم أيها الإخوة المؤمنون إلى ختام هذا اللقاء الإيماني المبارك وهذا الملتقى الثقافي الديني الذي التقينا وإياكم من خلاله في ساحة مسجد السيدة فاطمة الزهراء بحي مدينة نصر، ونتقدم بالشكر الجزيل إلى العالمين الجليلين الأستاذ الدكتور حسن القصبي أستاذ علوم الحديث بجامعة الأزهر الشريف، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمع الغفير الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف. ونشكر كوكبة العلماء من وزارة الأوقاف الذين حضروا معنا هذا اللقاء، فضيلة الشيخ الدكتور سعيد حامد مبروك مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الدكتور منتصف عبد المهيمن مدير إدارة الإدارات بمديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الشيخ عبد الباسط عمارة مدير إدارة أوقاف شرق مدينة نصر، وفضيلة الشيخ فتحي الجهري مفتش المساجد بأوقاف شرق مدينة نصر. وشكرا جزيلا مضيفنا الكريم فضيلة الدكتور محمود محمد الأبيدي إمام وخطيب المسجد، شكرا لكم وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.